السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في. احنا على المباشر مباشرة من مدينة الجديدة ومن امام ملعب العبدي. فهاد اللحظات مشاهدي قناة شوف تي في المباراة اللي كتجمع بين فريقي، فريق الدفاع الحسني الجديدي وفريق اتلتيك الزمامرة. من طبيعة الحال الناس كيتسائلوا علاش هاد المباراة غادي تلعب بأرضية ملعب العبدي بمدينة الجديدة. من طبيعة الحال نظرا للإصلاحات الملعب بالزمامرة كيبدلوا في العشب، هادشي اللي خلى أن اتلتيك الزمامرة تكون مدخلة فريق الجيش الملكي هنا بمدينة الجديدة. مشاهدي قناة شوف تي في كيف ما كتشوفوا الحافلة ديال اتلتيك الزمامره ولا نهضه الزمامره التحقوا بارضيه الملعب، ودابا الان على المباشر كيف ما كتشوفوا فريق حافله ديال الدفاع الحسني الجديد كتلتحق في هاد اللحظات. الجيش الملكي عفوا. الحافلة ديال الجيش الملكي في هذه اللحظات حطت الرحال ديالها بمدينة الجديدة، وها هي في طريقها الملعب العبدي مباشرة من مدينة الجديدة. هذه الحافلة ديال فريق الجيش الملكي كيفما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في هذه الحافلة ديال فريق الجيش الملكي حطت الرحال بمدينة الجديدة، وها هي في طريقها للملعب ملعب العبدي. بطبيعة الحال كيف ما كتشوفوا تحت حراسة أمنية مشددة هذه المباراة اللي كتجمع بين فريقي فريق اتلتيك الزمامرة وفريق الجيش الملكي اللي غادي تجرى على الساعة 7:30. كيف ما كتشوفوا تحت حراسة أمنية مشددة. هذه أجواء مشاهدة قناة شوف تي في، هذه أجواء على جنبات ملعب العبدي في هذه اللحظات كيفما كتشوفوا رجال القوات المساعده الامن الوطني كلهم جنود مجندين من اجل انهم يحميوا جنبات الملعب باش المباراه تدوز في اجواء امنه من طبيعه الحال. فمشاهدي قناة شوف تي في غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم في رعاية الله والى اللقاء. السلام عليكم.